هذا الشعار يعني لإسرائيل ابدأ الهجوم. من الأمين العام إلى القوات على الأرض، كل ما يتبع الأمم المتحدة هو في مرمى النيران الإسرائيلية. In this swamp of anti-Semitic bile. ما ارتكبته إسرائيل تجاه قوات يونيفيل هو جريمة حرب أخرى تضاف إلى السجل الإسرائيلي المدخم. هجوم تلو الآخر وصل حتى لاستخدام الفوسفور الأبيض المحرم دولياً بالقرب من قوات حفظ السلام، وفي كل مرة يخرج نتنياهو ليقول We regret any harm done to UNIFIL personnel, but the best way to ensure the safety of UNIFIL personnel is for UNIFIL to heed Israel's request and to temporarily get out of harm's way. أما في حق أونروا فالجريمة الإسرائيلية مكتملة الأركان. تل أبيب التي تنصلت من مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين لكونها قوة احتلال تحارب حتى من يؤدي المهمة عنها. الأمر لم يقتصر على التضييق والاتهامات التي طالما كالتها إسرائيل لأونروا، فاتخذت الحرب على الوكالة شكلاً ممنهجاً حين أقر الكنيست حظر نشاط أونروا في الأراضي المحتلة، رغم أن العالم كله قال لإسرائيل ألا تفعل ذلك. لكن متى استمع نتنياهو لأحد؟ حتى في حق من يحقق في جرائمهم بالقانون استمرت الانتهاكات الإسرائيلية للضغط على المحكمة الجنائية الدولية ومنع إصدار مذكرات بحق نتنياهو ووزير دفاعه. عمليات مراقبة وتجسس وتهديد وعرقلة والقائمة لا تنتهي. The prosecutor's absurd charges against me and Israel's defense minister are merely an attempt to deny Israel the basic right of self-defense. هذا ما يفعله الاحتلال مع منظمة تحظى بالحصانة الدولية، فما بالك بما يرتكب منذ 70 عاماً أو أكثر بحق الشعب الفلسطيني.